بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا تاج رؤوسنا وقرة أعيننا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم في لقاء جديد ومجلس طيب مبارك نقرأ فيه بعضا من السطور المتواضعة من مؤلفنا الجديد والذي أطلقنا عليه بالقطوف الدانية في سير السادة الصوفية. اليوم نتحدث عن الإمام الشيخ الولي الزاهد العارف بالله حبيب العجمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو حبيب بن عيسى بن محمد العجمي أبي محمد، وقيل أبي مسلم الفارسي أصلا ثم البصري سكنا، وكان عابدا زاهدا ورعا كما يذكر عنه أصحاب السير مجاب الدعوة. لقي الحسن ولقي الإمام ابن سيرين وروى عنهما، أي هو من تابع التابعين. توفي رحمه الله تعالى سنة 19 و100، أي سنة 119، كما أورد ذلك ابن الجوزي وغيره. وكان حبيب العجمي كما أوردنا آنفا مستجاب الدعوة، عابدا زاهدا ورعا، وله كلام جميل، وإن من كلامه إن الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز، ولو أن الله تعالى دعاني يوم القيامة فقال يا حبيب فقلت لبيك، فقال جئني بصلاة يوم أو ركعة أو سجدة أو تسبيحة أبقيت عليها من إبليس ألا يكون طعن فيها طعنة فأفسدها. ما استطعت أن أقول نعم أي وربي. وهذا إذا دل على أمر معين فإنما يدل على شدة زهده وعبادته وورعه. وروي أنه كان يخلو في البيت فيقول من لم تقر عينه بك فلا قرت، ومن لم يأنس بك فلا أنسه، يناجي الله سبحانه وتعالى. كان الحبيب العجمي في بادئ الأمر تاجرا، فمر ببعض الصبيان فقال جاء آكل الربا، فنكس رأسه. وقيل إن هذه الرواية كانت سبب شدة زهده وورعه، حيث إن الصبيان كانوا يظنون بأن التجار يعملون في الربا، لذلك عندما رأوه وكان الصبيان يعرفون أنه تاجرا قالوا جاء آكل الربا، فنكس رأسه وقال يا رب أفشيت سري للصبيان، فرجع ولبس مدرعة أو ألبسة من الشعر أو الصوف، وغل يده ووضع ماله بين يديه، وجعل يقول يا رب إني أشتري نفسي منك بهذا المال فاعتقني يا رب. يقولون فلما أصبح تصدق بجميع ماله ودخل في العبادة وفي الزهد وفي الورع، فلم يرى إلا صائما أو قائما أو ذاكرا. فمر ذات يوم بعد ذلك بالصبيان أيضا فقالوا
اسكتوا قد جاء حبيب العابد. فبكى بكاء شديدا وقال: يا رب، أنت تذم مرة وتحمد مرة، فالكل من عندك. وروي عن عبد الواحد بن زيد قال: كنا عند مالك ابن دينار ومعنا محمد بن واسع وحبيب العجمي، فجاء رجل فكلم مالكا فأغلظ عليه في قسمة قسمها وقال: وضعتها في غير حقها وتتبعت بها أهل مجلسك، ومن يخشاك لتكبر غاشيتك وتصرف وجوه الناس إليك. فبكى مالك وقال: والله ما أردت هذا. قال: بلى، والله لقد أردته. فجعل مالك يبكي والرجل يغلظ عليه في القول. فلما كبر ذلك الأمر عليهم رفع حبيب يده إلى السماء ثم قال: اللهم إن هذا قد شغلنا عن ذكرك، فأرحنا منه كيف شئت. قال: فسقط والله الرجل على وجهه ميتا، فحمل إلى أهله على السرير. وهذه من كبير كرامات الإمام الزاهد العابد حبيب العجمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وورد عن أبي إسحاق قال: سمعت مسلما يقول: أتى رجل إلى حبيب العجمي فقال: إن لي عليك 300 درهم. فقال حبيب: اذهب إلى غد، يعني اذهب وأتيني في يوم غد. فلما كان من الليل توضأ وصلى وقال: اللهم إن كان صادقا فأدي إليه، وإن كان كاذبا فابتله في بدنه. قال: فجيء بالرجل في يوم الغد قد حمل وضرب شقه الفالج، وهو مرض جدي شديد من أشد الأمراض في ذلك الزمان، وضرب شقه الفالج. فقال مالك: قال: أنا الذي جئتك بالأمس، لم يكن لي عليك شيء، وإنما قلت تستحي، يعني قلت ستستحي من الناس فستعطيني. فقال له: تعود؟ قال: لا. قال: اللهم إن كان صادقا، يعني قال له: هل ستعود إلى مثل هذا؟ قال: لا. فدعا مرة أخرى الإمام حبيب العجمي رضي الله عنه فقال: اللهم إن كان صادقا فألبسه العافية. فقام الرجل على الأرض كأن لم يكن به شيء أبدا. وهذه أيضا من عظيم كرامات الإمام حبيب العجمي. وقيل في يوم من الأيام لحبيب العجمي: ما بالك لا تضحك وتجالس الناس ولا نراك إلا محزونا؟ فقال: أحزنني شيئان، وقت أوضع في لحدي وينصرف الناس عني، فأبقى تحت الثرى مرتهنا بعملي، ويوم القيامة إذا انصرف الناس عن حوضه عليه الصلاة والسلام، فإنه بلغني أنه يلقى الرجل في عرضة القيامة فيقول له: أشربت من الحوض؟ فيقول: لا. فيقول: وحسرتاه، فأي حسرة أشد من هذا؟ وقيل لحبيب العجمي في مرضه الذي مات فيه: ما هذا الجزع الذي ما كنا نعرفه منك؟ فقال: سفري
بعيد بلا زاد، وينزل بي في حفرة من الأرض موحشة بلا مؤنس، وأقدم على ملك جبار. ويروى أنه جزع جزعا شديدا في مرضه الذي مات فيه، وكان يقول: أريد سفرا ما سافرته قط، أريد أن أسلك طريقا ما سلكته قط، أريد أن أزور سيدا ومولا ما رأيته قط، أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط، أريد أن أدخل تحت التراب وأبقى تحتها إلى يوم القيامة، ثم أقف بين يدي الله تعالى وأخاف أن يقول لي: يا حبيب، هات تسبيحة واحدة سبحتني في 60 سنة لم يظفر الشيطان منها بشيء، فماذا أقول وليس لي حيلة؟ أقول: يا رب، هو ذا قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي، فهذا رجل عبد الله 60 سنة ولم يشتغل بهذه الدنيا بشيء، وهذا حاله، ويقول هكذا ويخشى الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، فماذا نقول نحن؟ وأيضا من كرامات الإمام حبيب العجمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما روي عن ضمرة عن السر عن السري بن يحيى قال: كان حبيب العجمي أبو محمد يرى بالبصرة يوم التروية، ويرى بعرفة عشية عرفة. كان الناس يرونه في البصرة ويرونه بعرفة في نفس اليوم. ومن كراماته فيما روي أنه ولدت امرأة من جيران حبيب العجمي، ولدت غلاما جميلا أقرع الرأس، فجاء أبوه إلى حبيب العجمي حين شب الغلام وصار عمره 12 سنة، فقال: يا أبا محمد، ألا ترى إلى ابني هذا وإلى جماله وقد بقي أقرع الرأس كما ترى؟ فادعوا الله له. فجعل حبيب العجمي يبكي ويدعو للغلام ويمسح بدموع عينه يمسح رأس الغلام، قال: فوالله ما قام من بين يديه حتى اسود رأسه من أصول الشعر، فلم يزل ذلك الشعر ينبت حتى كان كأحسن الناس شعرا. ويقول مجاشع رحمه الله: قد رأيته أقرع، يعني رأيت ذلك الصبي بعيني أقرع، ورأيته بعد ذلك أشعر. وروي عن أبو عبد الله الشحام قال: أتي إلى حبيب العجمي برجل، هذا الرجل قيل لي الإمام حبيب العجمي: يا أبا محمد، هذا رجل زمن في شق محمل وله عيال، وقد ضاع عياله، فإن رأيت أن تدعو الله عسى أن يعافيه. فأخذ المصحف وضعه في عنقه ثم دعاه
قال فما زال يدعو حتى عاف الله ذلك الرجل، فقام فحمل المحمل فوضعه على عنقه وذهب إلى عياله. وروي أيضا عن خالد بن خداش قال كنا إذا دخلنا على حبيب العجمي قال افتح جونة المسكي وهات الترياق المجرب، قال وجونة المسك القرآن والترياق المجرب الدعاء. وأيضا ورد عن ضمرة بن ربيعة عن السري بن يحيى قال اشترى في يوم من الأيام أبو محمد حبيب العجمي طعاما في مجاعة أصابت الناس فقسمه على المساكين، ثم خاطع كيسة فجعلها تحت رأسه، ثم دعا الله سبحانه وتعالى فجاءه أصحاب الطعام يتقاضونه فأخرج تلك الأكيسة فإذا هي مملوءة بالدراهم، فوزنها فإذا هي تكفي حقوقهم جميعا فدفعها لهم. وهذه أيضا من عظيم كرامات الإمام حبيب العجمي. وللإمام أبا محمد حبيب العجمي الكثير الكثير من الكرامات والكثير من البركات، فهو رجل عابد زاهد ذو مقام عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ونتحدث الآن عن داود الطائي، ومناسبة ذلك لأنه ورد في بعض الأخبار والآثار بأن داود الطائي قد أخذ وتتلمذ على يد الشيخ حبيب العجمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو الفقيه الزاهد العابد العالم داود بن نصير الطائي أبو سليمان الكوفي. قيل إنه ولد بعد 100 بسنوات ولم يعرف بالدقة تأريخ ميلاده، ولكن الصحيح إنه ولد بعد 100، وهو من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين. روى له الإمام النسائي ووصفه ابن حجر بأنه ثقة فقيه زاهد. وعاش داود الطائي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في أيام الخليفة المهدي، وكان عظيم الشأن كما وصفه أصحاب السير، وقيل إن أصله من خراسان ومولده بالكوفة. رحل إلى بغداد وأخذ العلم عن أبي حنيفة النعمان وعن غيره من أكابر العلماء في ذلك العصر، ثم عاد إلى الكوفة واعتزل الناس ولزم العبادة إلى أن مات فيها. وقيل عن داود الطائي لو كان داود في الأمم الماضية لقص الله شيئا من خبره لعظيم منزلته. وقال يوسف بن إسباط عن داود الطائي ورث داود الطائي 20 دينارا فأكلها في 20 سنة لشدة زهده وورعه وبعده عن الدنيا. وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله كان إماما فقيها ذا فنون عديدة، ثم تعبد وآثر الخلوة والوحدة،
وأقبل إلى الله سبحانه وتعالى فعلى شأنه وساد في أهل زمانه. وكما ذكرنا أنه كان يحضر مجلس الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، فقال الإمام أبي حنيفة يوما في مجلسه: أما الأدلة فقد أحكمناها. فقال له داود رحمه الله: فما بقي يا إمام؟ قال: بقي العمل بما علمناه. فاعتزل منذ تلك الساعة، وصار من أكابر الزاهدين والعابدين، وانقطع لهذا الشأن حتى صار في المجاهدة فحلا من الفحول، هكذا نقلوا عنه. وقيل إن سبب تزهده هو ليس بسبب واحد، وإنما أسباب كثيرة، ومنها أنه دخل المقبرة في يوم من الأيام فسمع امرأة عند قبر تقول: مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاءك لا يرجى وأنت قريب، نريد تلاقي كل يوم وليلة، وتبلى كما تبلى وأنت حبيب. الله أكبر. فلما سمع هذه الأبيات تزهد وترك الدنيا. وقيل أن امرأة جاءت إلى الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه تسأله عن مسألة فأجابها، فأعجبت بجوابه، ثم قالت: هذا العلم فأين العمل؟ فأثر كلامها في قلب داود الطائي رضي الله عنه، فاعتزل وتعبد وصار عظيم الشأن علما وعملا وزهدا وورعا. الإمام داود الطائي روى عن إسماعيل بن أبي خالد وحبيب بن أبي عمرة وحميد الطويل وسعد بن سعيد الأنصاري وعن الأعمش وكان داود الطائي عالما فقيها، وكما ذكرنا إنه كان يتردد إلى مجلس الإمام أبي حنيفة النعمان ويأخذ عنه. قال: فأخذ حصاة في يوم من الأيام فحذف بها إنسانا، فقال له: يا أبا سليمان، طال لسانك وطالت يدك. قالوا: فاختلف بعد ذلك سنة لا يسأل ولا يجيب، سكت سكوتا كاملا. وتحدث جارته أم سعيد عن عبادته فتقول: كان بيننا وبين داود الطائي جدار قصير، فكنت أسمع حنينه عامة الليل لا يهدأ، وربما ترنم في السحر بالقرآن، فأرى أن جميع النعيم قد جمع في ترنمه وكان لا يسرج عليه. ويروى عن حفص الجعفي في ذكر زهد داود الطائي في الدنيا يقول: ورث داود الطائي من أمه 400 درهم، فمكث يتقوت بها 30 عاما، فلما نفذت جعل ينقض سقوف الدويرة فيبيعها. وروي عن عطاء بن مسلم كما ذكرنا قال: عاش داود 20 سنة ب300 درهم. وروي
عن قبيصة قال حدثني صاحب لنا إن امرأة من أهل داود الطائي في يوم من الأيام صنعت ثريدا بسمن فبعثت به إلى داود حين إفطاره مع جارية لها، وكان بينها وبينهم رضاع، يعني أخته من الرضاع. قالت الجارية فأتيته بالقصعة فوضعتها بين يديه في الحجر، فسعى ليأكل منها فجاء سائل ووقف على الباب، فقام ودفعها إليه وجلس معه على الباب حتى أكلها، ثم دخل فغسل القصعة ثم عمد إلى تمر كان بين يديه. قالت الجارية ظننت أنه كان أعده لعشائه، فوضعه في القصعة ودفعها إليه وقال أقرئيها أقرئيها السلام. قالت الجارية ودفع إلى السائل ما جئنا به إليه، ودفع إلينا ما أراد أن يفطر عليه، يعني لم يفطر. قالت وأظنه ما بات إلا طاويا. هكذا كان زهد الأولياء والعارفين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويقول محمد بن بشر دخلت في يوم من الأيام على داود الطائي المسجد فصليت معه المغرب ثم أخذ بيدي فدخلت معه البيت، فقام إلى دن له كبير فأخذ رغيفا منه يابسا فغمسه في الماء ثم قال ادن فكل. قلت بارك الله لك، فأفطر. فقلت يا أبا سليمان لو أخذت شيئا من ملح، فسكت ساعة ثم قال إن نفسي تنازعني ملحا، ولا ذاق داود ملحا ما دام في الدنيا. قال فما ذاقه حتى مات رحمه الله تعالى. وروي عن حماد بن أبي حنيفة قال جئت داود الطائي والباب عليه مصفق، فسمعته يقول اشتهيت جزرا فأطعمتك، ثم اشتهيت جزرا وتمرا ليت ألا تأكليه أبدا، فاستأذنت وسلمت ودخلت فإذا هو يعاتب نفسه ويزجرها، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروي أن داود الطائي في رواية عن أبي السماك قال أوصاني أخي داود بوصية، قال لي انظر ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك، واستحي في قربه منك وقدرته عليك. ومن جميل وعظيم كلماته أنه كان يقول كفى باليقين زهدا، وكفى بالعلم عبادة، وكفى بالعبادة شغلا. وكان يقول الزاهد في الدنيا لا يحب البقاء فيها، وأفضل الأعمال الرضا عن الله، ولا ينبغي للمسلم أن يحزن للمصيبة، لأنه يعلم أن الكل مصيبة ثوابا، والله تعالى أعلم بذلك والصواب. له كرامات كثيرة، ومنها ماتت امرأة بجوار داود فقال فيها ماتت بجواري ولم يكن لها كبير طاعة، فقيل لي يا داود اطلع في قبرها، فاطلعت فرأيت فيه نورا عظيما وفرشا وطيئة وسررا عالية، فقلت بما استوجبت هذا؟ فنوديت استأنست بنا في سجدتها فآنسناها في وحدتها. استأنست بسجدة واحدة مع الله سبحانه وتعالى، فآنسها الله سبحانه وتعالى في قبرها وفي وحدتها.
ورأى بعضهم في المنام كأن قائلا يقول: من يحضر من يحضر؟ قال فأتيته فقال: ما تريد؟ قلت: سمعتك تقول من يحضر من يحضر، فأتيتك أسألك عن معنى كلامك. فقال لي: أما ترى القائم الذي يخطب على الناس فيخبرهم من أعلى مراتب الأولياء فأدركه فلعلك تلحق وتسمع كلامه قبل انصرافه؟ فأتيته فأذى الناس حوله وهو يقول: ما نال عبد من الرحمة منزلة أعلى من الشوق، إن الشوق محمود. ثم قال: ثم سلم وترك. فقلت لرجل إلى جنبي: من هذا؟ قال: أما تعرفه؟ قلت: لا. قال: هذا داود الطائي. فتعجبت من منامي ومما رأيت منه. توفي داود الطائي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك الجعفي، قال: اشتكى داود الطائي أياما، وكان سبب علته ومرضه أنه مر بآية فيها ذكر للنار فكررها مرارا في ليلته فأصبح مريضا، فوجدوه قد مات ورأسه على لبنة، ففتحوا باب الدار ودخل ناس من إخوانه وجيرانه ومعهم ابن السماك، فلما نظر إلى رأسه قال: يا داود فضحت القراء. فلما حملوه إلى قبره خرج في جنازته خلق كثير حتى خرج ذوات الخدور. قال ابن السماك: يا داود سجنت نفسك قبل أن تسجن، وحاسبت نفسك قبل أن تحاسب، فاليوم ترى ثواب ما كنت ترجو، وله كنت تنصب وتعمل. فقال أبو بكر بن عياش وهو على شفير القبر: اللهم لا تكل داود إلى عمله. فأعجب الناس مما قاله أبو بكر، ومات سنة 62 و100، وقيل سنة 65 و100، ولم قالوا عنه أكابر أهل زمانه من الأولياء والعارفين والصالحين وتابع التابعين، قالوا: لم يخلف بالكوفة أحدا مثله، رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عن جميع الأولياء والعارفين والتابعين والصحابة من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وحشرنا وإياهم تحت لواء سيد المرسلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.